السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام. نحاول في الفيديو هذه الأخيرة نختم الحديث حول الرد على محمد الطالبي والقرآنيون يعني بصفة عامة، وعلى الحصة التي تم بثها على الحوار التونسي لمن يجرأ فقط. ونحاول في الفيديو هذه نلخص بصفة عامة ونجاوبوا على الكلام اللي قاله الطالب. يعني هذه الفيديو بعد ما تكلمنا في الفيديوهات السابقة الثلاثة حول الخمر في التاريخ قبل الإسلام وبعد الإسلام وكيف تعامل المسلمون يعني مع الخمر، وتكلمنا من ناحية القرآنية وتفسير القرآن على حسب الثقات من المسلمين، وتكلمنا عن الخمر والمسكر في الشريعة الإسلامية والأحاديث التي هي بالمئات إن لم نقل بالآلاف عند الشيعة والسنة واتفاق الجميع على حرمة الخمر وحرمة المسكر بجميع أنواعه والعقاب عليه بالجلد كما رأيتم في الفيديوهات السابقة. اليوم نحاول باش نحكيه على الكلام الذي قاله محمد الطالبي في هذه الحصة. قبل ما نبدأ بالحديث على ما قاله الطالبي، حبيت نأكد على نقطة مهمة، أن هؤلاء الذين يدعون أنهم القرآنيون وطريقة فكرهم هو ليس حديث بل هو قديم، معناتها قدم الإسلام، بل يمكن أن نقول حتى في عهد محمد نفسه فهمت ظهروا أشخاص ما يحبوش يطيعوا محمد ويأخذوا كان بالقرآن ولا يعترفون إلا بالقرآن وبما معناتها يقول محمد إنه قرآن، ويحكمون آراءهم ومعناتها فكرهم الخاص لفهم هذا القرآن، رغم إن محمد خلال حياته معناتها خلال الدعوة بتاعه اللي تمت يعني لإبلاغ الإسلام أكد في كثير من الأحاديث متاعه في كلامه في تصرفاته على أن طاعته هي من طاعة الله. هذه مسألة واضحة ونلاحظوها يعني في اللي يقرأ اللي يفهم الإسلام يلاحظ هذه المسألة. هنا أذكر حديث يعني ذكر محمد، يمكن ذكره يمكن ما ذكروش، أنا معناتها مانيش مسلم باش نقول ذكره ولا ما ذكروش، أما على حسب المصادر الإسلامية وهو يعتبر حديث صحيح. يقول الحديث: يوشك أن يقعد الرجل متكئا على الأريكة يحدث بحديث من حديثي فيقول، الأريكة هي الكرسي اللي يقعد عليه ولا ديفون ولا حاجة، بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما فيه من حرام حرمناه، ألا وأن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. هذا حديث يعني هل قال الرسول أم لم يقول الرسول، هذا مش موضوعنا، المهم هو يدل على هؤلاء الأشخاص الذين يريدون أن يأخذون القرآن كما هو ويفهمونه كما يريدون دون العودة إلى تفسير محمد في حياته والصحابة من بعد. يعني من يتصور أن القرآنيون يعني هذوما فرقة جديدة فهو مخطئ. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية، تجد أن القرآنيون كثير يستدلون معناتها بأبو حنيفة، وأنا سوف نفسر شنو الفرق من بين أبو حنيفة والمذاهب السنية الثلاثة الأخرى اللي هي الشافعية والحنبلية والمالكية. لكن باش نفهموا علاش القرآنيون يعني يستدلون كثير بأبو حنيفة رغم أنهم يحرفون كلام أبو حنيفة ويقرؤونه بطريقة خاطئة ويقولونه ما لم يقول أبو حنيفة. رغم اختلافه عن المذاهب السنية الثلاثة الأخرى في بعض الأمور سوف نوضحها، لم يخرج على روح الإسلام ولم يخرج على القاعدة الأساسية التي بناها الإسلام معناتها من أول الدعوة بتاعه، ولكن هؤلاء يستغلون جهل الناس بالخلافات الذي موجودة بين الفقهاء وجهل الناس بالاطلاع على المصادر الإسلامية الصحيحة لكي يزورون
ويدعون ما ليس معناتها موجود في الإسلام. المسألة يعني واضحة، حبيت معناتها باش نفسرها هوني، إن الفرق يعني بين الفقهاء الذي وقع في وقت بدأ التشريع يعني الإسلامي، يعني كتابة التشريع الإسلامي في الحقيقة، لأن التشريع بدأ وقت محمد، وسوف نتكلم عن هذه المسألة. هناك طائفتين، طائفة يطلق عليهم أهل الحديث، وهم موجودين في الحجاز. أهل الحديث يقدمون القرآن والسنة عن الرأي، معناتها هذه مسألة لا نقاش فيها بالنسبة لهم، ويشددون في ذلك، يشددون في تقديم القرآن والسنة، وعندهم زخم كبير من الأحاديث، فهم يدققون في سند الحديث، وإن كان أحد ما دام الأشخاص اللي قالوه ثقة ياخذوا به ويبنيوا عليه الحكم. هذوما أهل الحديث الذي ظهروا في الحجاز، منطقة الحجاز، ومعناتها نجم نقولوا رئيس جماعة أهل الحديث هو سعيد ابن المسيب، ولا يستعملون القياس إلا في الحالات القصوى. وهنا يعني يستدلون بحادثة معناتها في عهد محمد، أن أحد سأله قال معناتها عندما نحب نحكم معناتها نرجع للقرآن، وإن لم أجد قرآن أرجع للسنة، وإن لم أجد السنة أحكم رأيي أجتهد. فهم هؤلاء يعني أهل الحديث يسيرون على هذا المنهج، يعني يأخذون القرآن وتفسير القرآن على حسب المصادر متاعهم يعني الأصلية، ويبحثون في سند الحديث، وعندما لا يجدوا ولا حديث ساعات معناتها ينجموا يحكموا على حاجة على حديث أحد، لكن متأكدين من الثقة متاع من نقل هذاك الحديث. أما الفرقة الثانية اللي هي أهل الرأي، هما صحيح زاد حتى هما يقدموا القرآن يعني هو لون، ثم فيما يخص السنة لا يأخذون بالأحاديث الأحاد أو يتجاهلونها، فهمت؟ يعني يحاولوا معناتها يتحروا أكثر، يعني لازمهم يكون عندهم حديث صحيح 100%، فهم شديدين في قبول الحديث. هذه هي الصفة متاعهم أهل الرأي، مش يعني أنهم ينكروا السنة، ما ينكروش السنة، وإنما شديدين في أخذ الحديث، ويستعملون القياس أكثر. عندما مثلا يلقوا حديث أحاد يفضلون أن يستعملون القياس قبل حديث الأحاد. علاش هؤلاء أصحاب الرأي كانوا معناتها يستمطوا الأحكام متاعهم من حسب الواقع متاعهم، وعندهم معناتها حاجة معروفين بها أهل الرأي، أنهم يسبقون الأحداث، يعني يقولون لو وقع كذا ما هو حكمه. والفترة هذه اللي هي في آخر الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية، نجم نقولوا أن أصحاب الرأي شاركوا في كما نقولوا احنا النقاشات والحوارات والاستنباطات، ومعناتها عملوا معناتها كما نقولوا احنا الثورة فكرية، بخلاف أهل الحديث اللي هما دقيقين ويتبعون ما يسمى سنة السلف الصالح. ورئيس هذه المجموعة أصحاب الرأي هو إبراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي، ومنهم يأتي أبو حنيفة. وهناك من أصحاب الرأي من هم غلاة، يعني ينكرون الحديث كليا، فهؤلاء كفرتهم يعني جميع المذاهب واعتبرتهم كفار، ويعني معناتها حتى معناتها أبو حنيفة وأصحاب الرأي، هؤلاء أصحاب الرأي كفروا. إذن الفرق بين أهل الحديث وأهل الرأي هي في مسألة استنباط الأحكام، يعني أهل الحديث يعني يأخذون الأحاديث أكثر، عندهم أكثر وفارة من الأحاديث، بينما أهل الرأي ينظرون إلى الواقع ويتساهلون في استخراج الأحكام، وما هو حديث أحد ساعات يهملوه وما يهتموش به. هذا هو الفرق. الطالب يقول في البرنامج لمن يجرأ أن الشريعة أمر مستحدث، وأن لم يأتي به الإسلام، وأنهم زوروا الإسلام وغيروه.
وهذا كلام غير صحيح لمن هو مطلع على الإسلام ويعرف الإسلام وتاريخ الإسلام. أولا، الشريعة جاء بها القرآن، والإسلام بني على الشريعة من عهد محمد. فهمت؟ يعني هذه مسألة واضحة. ويقول القرآن، يعني القرآن بيدو يقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يعني القرآن بيدو ذكر مسألة الشريعة، وترجعوا للقرآن عن يتكلم على شريعة ما قبلكم، يعني ومحمد بيدو أكد على مسألة الشريعة. شنية هي الشريعة؟ هذه هي المشكلة اللي معناتها تقع فيها المشكلة. الشريعة هي الأحكام الذي تجعل الإسلام مختلف على بقية الأديان، وهذا بين القرآن وبين محمد في العصر بتاعه. عندما ننظر إلى الإسلام نلقاه مر بثلاثة مراحل أساسية. المرحلة الأولى هي ما يسمى مرحلة الوحي، وهنا كان القرآن يذكره محمد، ومحمد يفسر الأحكام. يعني في وقت محمد، ما يسمى بالدعوة الإسلامية اللي دامت قرابة 23 سنة، كان الشريعة تأخذ من عند محمد. وقت مات محمد وانقطع الوحي، الوحي على حسب الإسلام شيء طبيعي، يعني وتوقف القرآن، جاءت فترة ثانية هي ما يسمى فترة الصحابة، والصحابة هم أقرب الناس لمحمد، وهم كانوا الناس يعودوا إليهم في التشريع، سواء كانوا ولاة أو الخليفة أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو غيرهم، أو ما يسمى الصحابة المعروفين في ذلك الوقت. وهذا الأمر دام تقريبا 100 سنة. ثم مات هؤلاء يعني الصحابة، وبقوا ما يسمى التابعين اللي تبعوهم، وكانت الشريعة تتنقل شفاهيا إلى جاءت في فترة من الفترات، بعد فترة من ظهور الإسلام، كثرت الكلام وكثر الأحاديث وكثر كل شيء، وهنا جاءوا ما يسمى بعلماء المسلمين ونقحوا هذه الأحاديث وبحثوا فيها ودقوا فيها، وهنا بدأت كتابة الشريعة. يعني الشريعة ليس كما يقول محمد الطالبي هي حديثة، بل هي من الإسلام وقبل الإسلام، بينما هؤلاء الذين كتبوا الشريعة وحطوا القواعد متاعها ودققوا في الحديث ووضعوا التفسير، فهم كتبوها صحيح بعد 200 سنة تقريبا، يعني كملت بعد 200 سنة. فمن هنا نفهم أن ادعاءات طالبي أن الشريعة حديثة هو كذب وبهتان على الإسلام. إذن هذه المقدمة باش تفهموا يعني الفرق من بين أهل الرأي وأهل الحديث، وكيف أن الشريعة من عهد محمد وقبل محمد، وهذه مسألة واضحة لكل إنسان يعرف الإسلام وياخذ من مصادر متاعه الصحيحة. هنا حبيت الرد على بعض الأشياء اللي قالها محمد الطالبي في الحلقة. المسألة الأولى، قال محمد الطالبي: أنا ديني الحرية. ما نعرفش أنا شنو هذا دين الحرية. هل الإسلام يؤمن بالحرية؟ الإسلام يؤمن بالحرية في إطار الإسلام، ما جاءكم به محمد فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا القرآن. وليس لكم الخيرة في أمركم وقتها يختار الله ورسوله، هذه واضح، هذه القرآن. الحرية الذي يتكلم عليها الطالبي هي كلمة يرددها، ما نعرفش كان يعرف معناتها ولا ما يعرفش. المسلم هو من استسلم وسلم أمره. لازم أن يختار الطالبي من بين أن يكون حرا إنسانا مسؤولا عن نفسه، وبين أن يكون عبدا لإله وعبدا للنقل وللإسلام. ما فماش حرية في الإسلام. الإسلام، حرية الإسلام ليس لها نفس المعنى الحرية اللي نعرفها احنا تو. الإسلام يسمح بالحرية في إطار الإسلام، لأن الإسلام يعتبر
نفسه هو الدين الحق، وإن الله هو الذي خلق الإنسان وجعل له القوانين والإطار الذي يتحرك فيه، ما عندوش الحق يخرج على ذلك الإطار. وهنا طالبي عندما يقول إنه حرا، معناتها منطقيا يقول إنه غير مسلم، يعني حر بالمفهوم اللي عندنا توا، لأن يعني الحرية هي معناتها أنك لا تتقيد بما قال من قبلك أو ما قال الله أو ما قال دين أو ما قال، هذه هي الحرية بالمفهوم نتوى. الحرية أنك تكون معناتها أنت حر في فكرك ولا تلزم فكرك على الآخرين، ما دام دخلت في إطار دين أو مذهب أو إيديولوجية هنا تصبح غير حر ومقيد بهذا الدين وبهذه الإيديولوجية أو بأي شيء. يعني الإنسان الذي يقول إنه حر له الحق أن يختار أفكاره أينما شاء، ماهوش ملزم بمنهج معين سواء كان سياسي إيديولوجي ديني مهما كان، هذا هو الإنسان الحر. أما المسألة الثانية اللي قالها طالبي، قال أنا ليس عالم ولا أفتي. يا معناتها سيدي طالبي، إن كنت ليس عالم، وهذا ظاهر، يعني ليس أنت ليس عالم إسلامي، ليس من علماء المسلمين ولا تفتي، فبأي حق تستعمل كلمة حلال وحرام؟ ألا تدري إن كلمة حلال وحرام هي مصطلحات لا يستعملها إلا علماء الدين لتبيين الشرع الإسلامي؟ فإن أنت تقول رأيك، قول أنا رأيي في الخمر إن الناس نجم تشربه، قول رأيك، عندك الحق، حتى حد ما منعك تقول رأيك في الخمر أو في البغاء أو في أي شيء آخر، ولكن لا تلزم رأيك للإسلام ولا تقول هذا رأي الإسلام ولا تستعمل العبارات الإسلامية التي يستعملها للتحريم والتحليل، لأن هنا تحدث فتنة عند المسلمين. قول رأيي أنا كشخص، ما نلزم به حد، إن الإنسان ينجم يشرب الخمر، المهم إنه ما يسكرش ومن الأفضل إنه يبتعد عليه، هذا رأيي الشخصي أنا. أما باش تجي تقول حلال وحرام، هنا أدخلت نفسك وأقحمت نفسك في مجال ليس مجالك. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، كما قلنا أنه يستدل بأبو حنيفة فهمت في مسألة الخمر، وهنا معناتها هذا تزوير كبير، لأن الخلاف من بين أبو حنيفة والمذاهب السنية الأخرى ليس في الخمر، فأبو حنيفة يحرم الخمر ويحرم فهمت المسكر إلا في مسألة النبيذ. الخلاف في أبو حنيفة في مسألة النبيذ، الخلاف بين السنة ليس في الخمر، الخمر محرم عنده، عمره ما قال أبو حنيفة أن الخمر حلال. شنو قال أبو حنيفة؟ اعتماد على أحاديث اعتبرها هو صحيحة في النبيذ، كما قلنا أن هناك نبيذ مسكر وهناك نبيذ غير مسكر. النبيذ الغير المسكر متفقين عليه كلهم فهمت أنه حلال، أما المسكر أبو حنيفة يحرم السكر من النبيذ فقط، يعني بالنسبة ليها الخمر حتى جغمة منه حرام، لا نقاش فيها. إجماع العلماء المسلمين كما قلنا إن الخمر حرام، لا نقاش فيه. ما تجي حمد طالب يقول لك نجم تشد كاس من الويسكي، الويسكي والفودكا والخمر هذا لا نقاش فيه، هذا لم يتكلم عليه أبو حنيفة، هذا حرام أصلا، يعني باش يوريك التزوير متاع الأقوال متاعه. أهل الرأي في العراق يقولون إن المحرم من النبيذ المسكر سكره، يعني الحرام من النبيذ المسكر ليس النبيذ بعين ذاته، وإنما عندما تسكر منه. عندهم أحاديث إنك تشرب 9 أقداح والعاشر يسكرك فالعاشر حرام، فهمت؟ يعني هذا هو الخلاف. أبو حنيفة
يحرم السكر في النبيذ فقط، وإنما يحرم الخمر ولو جغمة منه، والويسكي وكل أنواع المسكرات يحرمها أبو حنيفة. إذن هوني محمد الطالبي عندما يقول للمذيع تنجم تشد كاس ويسكي وتشربه، هذا افتراء على الإسلام وافتراء على أبو حنيفة وافتراء على أصحاب الرأي، وهذا خروج من الإسلام أصلا. أما الحديث الذي ذكره الطالبي واللي هو المصيبة الكبرى، فهمت خلينا مصيبة كبرى بالفعل، مصيبة كبرى، ماذا يقول الحديث؟ أولا الحديث جاء في باب الحيض، لو تعود للكتب الفقهية يتكلم في باب الحيض، لم يأتي في باب السكر أو في باب الخمر أو في باب أي شيء، هو في باب الحيض ومسألة هل الحائض تدخل للمسجد أم لا تدخل للمسجد. والحديث سنده صحيح ومتفق عليه، وفي حتى معناتها هو ذكر السند بتاعه. عن عائشة، نعاود نذكر من الحديث، قال لي رسول الله ناوليني الخمرة من المسجد، ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت إني حائض، فقال لها إن حيضك ليس في يدك. نعرف اللي محمد كانت داره لاصقة للمسجد، وحسب رواية هذه الحديث يقولوا إنها كان معتكفا، فهمت، وطلب من عائشة باش تعطيه الخمرة من المسجد، فقالت له إني حائض، فقال لها الحيض ليس في يدك، لأن هي تنجم تمد يدها في المسجد وتجبد له الخمرة وتعطيها له، ليس دخولها للمسجد، لأنها حائض لا يجوز لها الدخول للمسجد. لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الحديث، وإنما الحديث يتكلم على الحائض هل يجوز لها الدخول للمسجد أم لا، وهنا الحديث واضح، وكلمة الخمرة نعود معناتها للغة العربية هي السجاد. ولكن اسمعوا توا شنو قال الطالبي باش نفسر لكم شنو التزوير اللي عملوا في هذا الحديث، يعني وفي الحقيقة هذا الحديث يعني أسقط في الثقة فيه. اسمعوا شنو قال. أذكر بعض فقط أبدأ بهذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمرة، ناوليني الخمرة، ناوليني الخمرة. الرسول أنقل أنا ما تقطعنيش، أنقل الحديث كما هو. تفضل. كم قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست بيدك. هذا حديث أول. واضح، سمعتوا؟ أول حاجة حذف كلمة من الحديث، لم يذكر المسجد، لا أدري هل فعل ذلك عمدا أم سهوا، ولكن لم يذكر من المسجد. ثانيا بدل شكل خمرة وردها خمرة. يا محمد الطالبي، صحيح ان الناس اللي يتفرجوا فيك اكثرهم ما يعرفوش الدين الاسلامي، ولكن علماء المسلمين ومن مطلع على الاسلام يعرف اللي انت تكذب واللي انت مزور في الحديث. خلينا نذكر اثنين احاديث اخرى مذكوره بكلمه الخمره والتي هي احاديث صحيحه. الحديث الاول عن ابن العباس في سنن ابن داود، لقد جاءت فأرة فأخذت تجر فتيلة، فتيلة فيها النار، فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله. فأرة جاءت وخذت فتيلة كانت تشعل وبدأت تجبد بها فمها ورميتها بحذا محمد، فألقتها بين يدي رسول الله على الخمر التي كان قاعد عليها، فأحرقت منها موقع درهم. الخمرة التي كان معناتها قاعد عليها، هذا حديث صحيح. هذا محمد الطالبي ما ذكروش الحديث، هو ذكر الحديث الآخر، نحي منه كلمة من المسجد ومنبدل خمرة بخمرة، يعني العباد الكل حلوا فهمهم خاطر يجهلوا الإسلام. الحديث الثاني عن ميمونة في النسائي، قالت كان رسول الله يضع رأسه في حجر أحدنا، يعني كان حاطط راسه في حجر واحدة من النساء، يتلو القرآن، يقرأ في القرآن،
وهي حائض وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض. تقوم واحدة منهم وهي حائض وتهز الخمرة وتبسطها في المسجد، وهنا لا يدل إنها دخلت للمسجد وإنما تبسطها بيدها من البر، فهمت؟ ما غير ما تدخل المسجد، هذا معناتها المسألة. إذن هوني سي محمد الطالبي بهذا الحديث أنهى وقضى على مصداقيته من الأساس، ورد عليه فريد الباجي ردا شافيا كافيا، وبعد ذكر هذا الحديث توقف الطالبي عن الحديث عن الخمرة والأدلة متاعه على حرمتها، توقف كليا. أفهمه أفحم وذكر حديث وزوره وبدله. بعد هذا الحديث انحرف الموضوع ودخلنا في الحديث على أمور شخصية وأمور سياسية. هنا نحب الرد الطالبي على بعض الأشياء التي قالها بعد هذه المصيبة الذي ذكرها في مسألة الحديث المزور الذي جعلت منه إنسان لا يمكن الثقة فيه. سي طالبي قال لك يؤمن بالحرية، يؤمن بالحرية، ويجي يكفر في بورقيبة ما احترمش انه ميت، انسان ميت مات مشي على روح، يكفر بيه يكفر فيه، معناتها عين باين، علاش ما كفرتوش هو حي؟ هو قالها كنت خايف كنت نعجة، وتوا بعد لا مات تجي تورينا في القوة بتاعك وتكفر فيه، وسمعته بوضني وسمعته بوضني، رغم انك تقول انه بورقيبة يحترمك واعطاك منصب واعطاك الحرية وعمره ما تدخل في الاشياء اللي تقوم بها، وتجي تكفره. وراشد الغنوشي اللي يكلمك على خاطر مريض رديده تاب ورجع لعقله ولا انسان باهي. الغنوشي لو كان انسان باهي لانسحب من النهضة أو حل النهضة جملة واحدة، ولكن لم يفعل ذلك. هو اتصل بيك ولم يجدك ولم يعيد الاتصال، فرح كي ما لقاكش، كأنك ما تفهمش في السياسة، وكأنك ما تعرفش شكون هو الغنوشي. إذن معناتها رغم احترامي لسنك ولعلمك ولكل شيء، يعني احكامك تفقدك مصداقيتك. يعني انسان كيما بورقيبة اللي انت عايش بفضله، واحنا اللي وصلنا له توا بفضله، هو تكفر فيه وتعتبره انسان كافر، ها تعتبره انسان كافر، والغنوشي اللي خرب البلاد وهلكها على خاطر كلمك وما لقاكش وما عاودش كلمك خاطر ما يحبش يسمع صوتك اصلا، اعتبرته تايب ورجع للطريق الصحيح. ها اذا في الحقيقه يعني كان عندي نوع من الاحترام لاراء محمد الطالبي، ولكن بعد هذه الحلقه يعني افكاره، ليس هو يبقى كانسان، ليس لا نقاش فيه، كانسان يبقى محترم بالنسبه لي أنا يعني كملحد، لأنه إنسان، لأني أقدس الإنسان. أما آراؤه وأساليبه وأفعاله، فهمت، تجعله إنسان معنتها مش هو كذات، وما أفكار هذه أفكار ليس محل ثقة. هذه يعني المسألة اللي حبيت نحكي عليها، وحبيت نزيد نبين حاجة صغيرة في المسألة هذه، يعني مسألة التكفير والقرآنيين والمسألة هذه. هو يؤمن بالحرية اللي هو، ولكن ما يؤمنش بها غيره، فهمت؟ يعني بورقيبة كيكون حر ويعبر على آراء ويعتبره كافر، بينما هو يتسائل علاش الآخرين يكفروا فيه. ما هو من خطر عندكم نفس الآلية. تو القرآنيين يدعون أنهم متفتحين وأنهم خير من علماء الدين، بينما هم يفسقون ويسلخون على الإسلام مسلمين اللي هما يمكن ما حرموش الخمر كيفهم، معناتها ما حلوش الخمر كيفهم،
وتجي يقول على محمد الشرفي كافر ولا دايرين بقائد سبسي كفار، فهمت؟ هذا يكفرهم بصريح العبارة، ويجي يقول على أشخاص آخرين أنهم انسلخوا عن الإسلام. شنو هو الفرق من بين الانسلاخ؟ يقول لك عندما انسلاخ الأشهر الحرم، الانسلاخ هو الخروج، انسلخ يعني ابتعد عن الإسلام، فهو أكثر من الخروج الانسلاخ عن الإسلام. يعني أنت تلوم في اللي يقولوا عليك كافر، هم على الأقل كانوا صريحين قالوها على حسب الشرع وعلى حسب الإسلام، ناكر فريضة من فرائض الإسلام فهو كافر. أما أنت فتتلاعب بالألفاظ، ما بتعمل بالحرية ودينك الحرية. لماذا لا تعطي الحق لبورقيبة أن يقول ما يريد، وللشرفي أن يقول ما يريد، ولغيرهم أن يقول ما يريد؟ لماذا تكفرهم؟ بل أنت تكفر وتعتبر علماء المسلمين واللي يتبعون الشريعة كلهم مزورين للدين وأتباعهم على ضلال. إذن هوني شنو الفرق بينك ومن بين المذاهب الإسلامية الموجودة؟ شنو الفرق بينك وبينهم؟ لا شيء، الكلكم تكفروا في بعضكم، وكلكم أنا الحق والباقي الكل على باطل، وكل واحد منكم يقول أنا الإسلام والباقي ما هوش إسلام، فهمت؟ لا فرق بينكم وبين المذاهب الأخرى، لا فرق بينكم وبين السلفية أو المالكية أو الحنبلية أو الشافعية أو غيرها. القرآنيون، فهمت؟ عندما نناقش معاهم، أنا ديما نناقش معاهم، متعصبين فكريا وبجهل، بجهل، ويأخذون بالرأي ويريدون أن يفرضون أفكارهم ويكفرون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة المسلمين. عندهم معناتها كل علماء المسلمين عندها 1400 سنة، ويكفروا الصحابة ويكفروا كل شيء، يعتبرهم كلهم انصرفوا على الإسلام، إلا هو مسيح محمد الطالب اللي طرح روحه إمام القرآنيين توا، واللي هي كما قلت لكم يعني الأفكار اللي جابها ما هيش أفكار جديدة، وإنما موجودة من قبل، وتم تكفيرهم من طرف كل علماء المسلمين شيعة وسنة، وهم أشخاص يعني معناتها يخدموا في الآراء متاعهم الشخصية ويحبوا يجعلوها هي الإسلام. يعني وقت يجي يبحث القرآني مسألة ينطلق من فكرة مسبقة، يعني يحلل ثم يذهب يبحث المصادر كيف يثبت أنه حلال، ويؤول ويبدل ويزور كما رأيته. معناتها طالبك فاش زور الحديث من أجل معناتها اللعب بعقول الناس اللي ما يعرفوش. إذن هوني أختم هذه الفيديو وهو الأخير، وأقول لمحمد طالبي حاجة من اثنين: يا أما أنت كافر ولا تؤمن بالإسلام أصلا، وإنما تريد أن تهدم الإسلام من داخله، مستغل معرفتك ومنصبك، فهمت؟ كمعنتها نجم نقول وإحنا باحث لكي تزور الإسلام وتخرجه على الإطار الذي وضع فيه، لأنك مؤمن في داخلك أن الإسلام هو صنيعة بشرية، وأن لم يعد صالح لهذا الزمان ولا للمستقبل. ولكن أنا أشك في ذلك، لأن لو كنت كذلك لكنت أكثر إنسانية، ولا كنت تؤمن بالحرية الفعلية، ولا ما كفرت بورقيبة، وما كفرتش محمد الشرفي، وما كفرتش فلان، وما كفرتش فلان، وادعيت أنه انسلخ على الإسلام. إذن لا أظن أنك كافر، وكما تبرع منك السنة والشيعة والمسلمين يتبرع منك الملحدون زاد. أنا شخصيا أتبرأ منك لكي لا أتكلم باسم الملحدين، خاطر الملحدين كل واحد يتكلم باسمه. إذن لو كان، وانت حر، شيء طبيعي انت حر لو تريد، يعني رغم هذاك الشيء انا اتبرى منك، ولكن هذا الاسلوب هو اسلوب خداعي ونفاقي، انك انت كافر وداخل الاسلام وتحاول ان تدمر الاسلام من الداخل، رغم ان هناك من يقوم بذلك واحترمه، لان اعرف ان نيته صادقة وانها بالفعل يحب المسلمين يتحرروا من الاسلام،
فيستعمل ذلك الأسلوب. معناتها لكن هؤلاء الأشخاص أثبتوا إنسانيتهم وأثبتوا أنهم أحرار وأنهم يؤمنون بالحرية، أما أنت فلم تثبت ذلك، بل تكفر الآخرين وتخرج الناس من الإسلام وتدعي ما ليس لك الحق أن تدعيه. أما المسألة الثانية اللي يمكن أنك تكون مؤمن بهذه الأفكار وتؤمن أن الخمر حلال، ما فهمتش أنا علاش ما جبتش معك كاس ويسكي شربته قدام الناس وانت قلت اللي عمرك ما شربته، علاش ما تشربش أنت؟ تطلب من الناس باش يشربوا وتقول لهم حلال وتفتي من راسك وانت عمرك ما شربته؟ علاش انت ما مشيتش يا سيدي للبغاء وعملت البغاء وعملت ولا كنت تعمل فيه وكنت تخبي بالسرقه كما قلت يعني بالسرقه مثالش. نعرف ان الاسلام يشجع على النفاق، يعني تنجم تعمل اللي تحب في الاسلام بالسرقه. اذا لو كنت تؤمن بذلك هنا حاجه من اثنين، يا اما أنت لم تفهم الإسلام، ما فهمتش الإسلام، هذه ممكن أنك ما فهمتش الإسلام، مش على خاطر علمك، راه حتى الببغاء نجم نحفظوه كلام، نجم تحفظ القرآن كله ما تفهموش. ماهيش المعرفة هي الذي تجعل الإنسان عالم، وإنما الوعي بما يعرف. الوعي بما يعرف هو الذي يجعله عالم. فأنت قرأت الكتب وعندك الكتب والكتب معناتها دايرة بك من كل جهة، ولكن ليس لك عندك وعي باش تفهم الإسلام وباش تفهم روح الإسلام، يعني هذه واضحة. يعني هذوما حاجتين، يا أما أنك كافر وتحب تدمر الإسلام من الداخل وهو حقق، رغم أني أنا ضد هذا الأسلوب خاصة أنه أسلوب يعتمد على الكذب والخداع، يعني تخادع في الناس اللي ما يعرفوش. وانا لا اظن انك ملحد لان الملحد انساني ولا يكفر الاخرين، وانا عندما نقول لك انت كافر نتكلم فيك بالشرع مش انا، انت حر اعمل اللي تحب، وانما لا تدعي على الاخرين اكاذيب ولا تزور ولا تستعمل الخدعه والكذب، ولا تستعمل الخدعة والكذب، هذا هو المهم، لازم تكون صادق مع نفسك. يا إما تؤمن أن الإسلام هذاك هو وأن الحلال وكل شيء من المفروض رك جبت البلاتو شربت قدام الناس ولا تعمل لنا تصاور اللي أنت تسكر وتشرب هكذا باش الناس تتبعك. إذا هذا هو يعني نهاية الفيديو، هذه هي طويلة شوية مع الأسف وهي آخر فيديو. وفي الحقيقة محمد الطالبي قضى على نفسه، وأنا شوف معناتها الجمعية هو حر باش يعمل جمعية، وهالأحاديث نتاع الخمر هل هو حلال ولا حرام، يعني احنا مازلنا في الوقت هذا، البشرية تطورت، البشرية تطورت، وأنا قلت معناتها باش نقول رأيي في الخمر في آخر هذه الفيديو. بالنسبة ليا شبيني أنا نمشي نغزر في قرآن ونبحث هل هو حلال ولا حرام، ولا كتب صفراء عندها 1400 سنة، وهل النبيذ حرام ولا مش حرام، والمسكر والحكاية الفارغة هذه. الإنسان عنده عقل، العالم تطور، العالم تطور وعندنا تجربة إنسانية، فهمت؟ وأثبت التاريخ أن رغم التحريمات ورغم كل شيء الخمر دائما كان يصنع ويباع ويشرب. إذن إلى متى؟ رأوا المسألة ليس في الحرمة ولا في المنع، عمره ما كان المنع أو الحرمة هو الحل، وإنما التوعية. عنا خمر، خلي الناس تصنعه وتتفنن فيه وتبيعه، شنو فيه؟ ولكن نجون واعيين إن رأوا السكر مش باهي، ولا حتى في الدول الغربية وفي العالم أجمع. باش تجي تشرب حتى لين تموت وتخرج تقلق الناس، ولا تركب في سيارة وتعمل حادث وتعرض الناس للخطر، هذا ممنوع، هذا يعاقب عليه القانون. إذا نفعد نبحثوا حلال أم حرام، يا سيدي خليه الخمر يتباع كما يتباع الجازوز كما يتباع أي حاجة. راهو كل حاجة ممنوعة مرغوبة. وراهو المشكلة ليس في المنع، في التوعية. أي حاجة فيها الباهي وفيها الخايب. هذه واضح. أي حاجة فيها الباهي وفيها الخايب. إذا واحد يشرب ساعات كاس يتفرهد، يكون عنده غمة تتنحاله، ساعات يفدلك يولي مع أصحابه
وكل انسان كيفاش، راه فما اشخاص كي يشربوا يوليو باهين ياسر، فما اشخاص نوع اخر، كل واحد كيفاش، كل واحد يعرف طبيعته، كل واحد يعرف مقياسه. علموا الناس باش تكون مسؤوله عن نفسها، مش نجي نتوما تحطوا لها القوانين حلال حرام ممنوع مش ممنوع. الممنوع هو ما يضر الجميع. كي انا نسكر في داري ونموت بالسكر ومسكر على روحي داري ومنظر حتى انسان، شكون يساني؟ ميساني حد. وعندما انا نشرب كاس كاسين ونخرج في الشارع، نمشي نقعد في بلاصه ولا في قهوه ولا نشرب في اوتيل ولا في قهوه، شنو فيها؟ فهمت؟ بينما كي انا نشرب ونمشي نسوق سياره ونعمل حاجه معناتها ويمكن نعرض روحي وللاخرين للخطر، هنا القانون يعاقب على هذا الشيء. ولا نسكر حتى لين نموت ونخرج نسب الناس ولا نتعدى على الناس ولا نعمل جريمه، هذا يعاقب عليه القانون. اذا انا بالنسبه لي مساله حلال حرام والخمر وما الخمر وحكايه فارغه والبغاء وحكايه فارغه، هذه الكل وهالكتب الصفراء وهالقران لوح علينا الكل في الزبله. راهو الانسان توا عنده عقله وهو مشرع ويشرع قوانين ويخرج قوانين كيما تونس، فهمت؟ نطوروا الخمر ونصنعوه ونبيعوه ونصدروه، فهمت؟ ولكن في نفس الوقت نوعيوا الشعب ونوعيوا المواطن والانسان العادي شنو الحاجات المضره في الخمر. هو عندما تتجاوز الحدود نتاعك وتسكر وتتعدى على الاخرين، فهمت؟ ووقت الخمر يولي موجود يتباع في كل المحلات كما في اوروبا في اي بلاصه، فهمت؟ يوليوا الناس يتعودوا عليه، خليهم يغلطوا، فهمت؟ واحد يغلط ويحاول معناتها يتصلى. كي انت هو سكران شدوه مره وعمل مشكله وعاقبوه وكل شيء، مش عاقبوه، رغم اني انا لا اؤمن بالعقاب، وهذا موضوع اخر. يعني انا اؤمن بالتوعيه، فكره العقاب لا اؤمن بها اصلا. يعني انسان مثلا ركب في سياره وسبب حادث، يعملوا له دوره تكوينيه، يدفع غرامه ماليه، تعويضات، فهمت؟ هذه كما كانتش كبيره، شيء طبيعي. انسان شدوه، يعني هناك اساليب كبيره، هناك طرق كبيره، الانسان تطور، لم يعد ذلك الانسان الذي جاء من الصحراء. اذا منع الخمر وحلال حرام، اعطيوا الناس مسؤوليتهم، ما تحطوش نفسكم مسؤولين على الناس. اذا انا رايي في الخمر واضح، يصنع ويباع في كل مكان، اللي يحب يبيع الخمر يبيع، كل حريه ونطوروه. وفي نفس الوقت نعملوا برامج توعويه سواء في المدارس او في التلفزيون او في وسائل الاعلام، فهمت؟ نبين شنو هي المضار نتاع الخمر فقط، هذا هو اللي لازم نقوموا به. الباقي كل بعد معاش بشويه بشويه، شوف في اوروبا هاكا يشربوا ويعملوا كل شيء، الحوادث بالخمر ماهيش كبيره جدا، فهمت؟ احنا ممنوع لازم يشرب في سياره قبل، يعني احنا فما رغبه، يعني الانسان ساعات يمشي للسياره يسكر على روحه يشرب 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 يشرب، بعد يدخل للدار يرقد. علاش؟ خلي الناس اعطيهم الحريه، خلي اماكن يشربوا فيها الخمر، باهي ما تبداش تدور بدبوزه الشرب نتاعك وانت تشرب، فما قوانين تضبطها، القوانين الوضعيه، وهذا هو شرع الانسان ضد شرع البدو والجهل والاديان والتخلف. رانا في 2015، نظن الفكرة واضحة، ومعاه فيديو قادم، وسامحوني على الطول نتاع الفيديو، وبالسلامة ومعاه فيديو قادم.